السلام عليكم أحبتي. وفي أول الأخبار لشهر يونيو 2020، بحيث علق الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزاري على الانخفاض الملحوظ المسجل في عدد الإصابات بفيروس كورونا ببلادنا، متفائلا ومحذرا في الوقت ذاته بضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تدوينة عبر صفحته على الفيسبوك: الحمد لله أن بلادنا تشهد في نهاية الأسبوع 13 من ظهور جائحة كوفيد-19 انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات وفي عدد الحالات الناشطة، مما يبشر ببوادر اندثار هذا الوباء. أضاف أمزاري أن كل هذا كان بفضل التزام المواطنات والمواطنين بتدابير الحجر الصحي من جهة، ومن جهة أخرى بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الحكومة تحت التوجيهات الاستباقية والمتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده. وتابع المسؤول الحكومي: نحن اليوم ملزمون لمواجهة هذا الوباء والقضاء عليه في أقرب الآجال بمواصلة هذا الانخراط الفعلي الجماعي دون كلل أو ملل، وملزمون أيضا بعدم الاستهانة به والامتثال على وجه الأكمل وبمسؤولية لحالة الطوارئ الصحية باستحضار كل وسائل الحيطة والحذر، ولا سيما احترام الإجراءات الوقائية كالنظافة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتقيد بكل الحركات الحاجزية التي من شأنها أن تحد من تفشيه وانتشاره. وأرفق الأمزاري تدوينته بمجموعة من البيانات لتطور الحالة الوبائية بالمغرب. كان هذا الخبر عبارة عن بلاغ لناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزاري. نلتقي في خبر آخر بعد قليل. دمتم بخير.